السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير المشاهدين الكرام. حنا دابا خارجين اجدير ان شاء الله، غادي نديروا واحد الجوله لامزوران. خليكم معايا ومع الفجر، يعني مع وقت ديال الفجر خليكم معايا. حنا من هاد الركوه هادي غادي نمشيو على اليمن، يعني هاد الطريق هذا كيدي للناظور الساحلي وكيدي امزور وكيدي حتى المدن اخرين. خليكم معايا. داروش الضوء المشاهدين الكرام كما كتشوفوا من هنا القنطران اللي كاين ديال واد غيس، ما داروش الضوء. وصلنا لواد غيس كما كتشوفوا، هذا هو واد غيس. انا من هنا كاين الضوء حتى بني بوعياش، واقيلا الله اعلم، حتى الامزور بعدا كما كتشوفوا من هاد الرونكو هادي راه كاين الضوء. تقريبا وصلنا عاوتاني لبوكي دار، ها هو الستة ياما راه خارج مع السبعة ولا ما عرف داكشي، هذا مع الفجر وصافي. هذا هو بوكي دار المشاهدين الكرام كما كتشوفوا، بوكي دار هو هذا. دابا غادي نمشيو لامزور ان شاء الله، غندير لكم واحد الفيديو من داخل امزور، خليكم معايا. هذا بوكي دار كما كتشوفوا، كي دان امزورنا راه كاين واحد المسافه غير صغيره صافي، ماشي بزاف. Thank you.
علينا والو نوصل لمزورة. وصلنا لإمزورن المشاهدين الكرام، هذه هي الرومبو ديال إمزورن اللي كتدخل لإمزورن كما كتشوفوا. إمزورن مع الفجر، أنا صلينا الفجر في الحسيمة ودرنا واحد الدورة. مزور مع الفجر، هي إمزورن تبارك الله بالليل كتبان غزالة. شوف على الضوا وداروا لهم، سبحان الله العظيم، واحد المنظر ما شاء الله. المشاهدين الكرام بالليل فيه واحد المنظر زوين بزاف الصراحة، أنا كتعجبني إمزورن الصراحة. اللي كتشوفوا المشاهدين الكرام هذه هي الساحة ديال إمزورن، واحد المنظر غزال. هذه هي إمزورن المشاهدين الكرام، هذه هي الساحة. تبارك الله فيها واحد المنظر زوين بزاف. هذه هي الساحة ديال إمزورن المشاهدين، كيفاش كتبان بلي تبارك الله عليها واحد المنظر ما شاء الله الصراحة، واحد المنظر كيحمق. دابا غادي نطلعو على هاد الشارع هدا، غنتسراو شوية في إمزورن مع الفجر المشاهدين الكرام. الجامع اللي في وسط إمزورن هو هذا، نطلعو نيشان
كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، غنطلعوا مع هذا الشارع هذا يمزورن بالليل، فيه واحد المنظر زوين الصراحه. داروا ليهم هاد الضواو يعني بالزرق، عطاو واحد المنظر ما شاء الله زوين بزاف. الناس راه كيوجدوا الطبلات باش يحلوا المقاعد. نتمنى المشاهدين الكرام يعجبكم الفيديو، وما تنسوش دعمونا الله يجزيكم خير، لان حنايا كنتسناو الدعم ديالكم باش نديروا مجهودات اكثر. وغادي يجيو ان شاء الله فيديوهات اخرين غادي يعجبكم ان شاء الله باذن الله. حنايا غادي ندورو على شي شارع من هنايا على اليسر، الشارع هذا راه طويل المشاهدين الكرام، ولكن امزور الصراحة نقية. انظروا من هنا على اليسر، نتمنى المشاهدين كيعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.